حياكم الله مشاهدينا مشاهدين قناة بينونة في تغطيتنا المستمرة لمعرض آيدكس 2017 والذي يقام تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. معرض آيدكس وهو يعتبر من أضخم المعارض التي تقام على مستوى دولة الإمارات. خلال الأيام الأولى وصلت قيمة الصفقات اللي صارت في المعرض تقريباً 15 مليار درهم إماراتي. اليوم بنركز أكثر على المشاركات الإماراتية في المعرض، تابعونا. خلونا نبدأ وياكم مشاهدينا الكرام مع الراعي الرسمي لمعرض آيدكس 2017، شركة توازن القابضة للاستثمار الاستراتيجي. احنا اليوم توازن تمثل الراعي الرئيسي في شركة توازن. نعم في السنوات او الدورات السابقة كنا الراعي الاستراتيجي، بس تغيرت بعض الامور عندنا في وضع توازن والشركات اللي تابعة لها، فينا في الراعي الرئيسي اليوم موجودين. تنعد هذه الدورة السادسة حق مشاركة توازن، بديناها في 2007 تقريبا في وحدة من الشركات، واليوم نتكلم عن الدورة السادسة. نعم توازن هي تم تأسيس شركة توازن على اساس تكون جزء او ذراع استثماري في إمارة أبوظبي، تختص في الصناعات العسكرية والدفاعية وصناعة الطيران وتخصصات ثانية مثل الغاز والبترول. اليوم شركة توازن توجد 10 شركات تحت منصة توازن في معرض آيدك، لها اختصاصات مختلفة في الأشياء العسكرية وفي الأشياء المدنية. اليوم نحن في 2017 في آيدكس توازن أطلقت أحدث مشاريعها اللي هي آلية المشاة اللي تم إطلاق اسم ربدان عليها، وهي شراكة بين شركة جسور وشركة أوتوكار يو اي اي أو شركة أوتوكار الإمارات. جسور طبعا شركة مملوكة لتوازن القابضة. هو معرض آيدكس منصة رئيسية لجميع العارضين، سواء كانوا العارضين المحليين الشركات المحلية أو الدولية، بس يخدم توازن بشكل خاص. الزوار اللي يجونا شافوا أحدث المنتجات اللي تم تصنيعها، بالذات المنتجات العسكرية تم تصنيعها عن طريق الشركات التابعة لتوازن، ونلتقي مع الزوار ونعرف شو المتطلبات اللي يحتاجونها على أساس توازن توصل لمرحلة في توافق مع الزوار اللي في المعرض. آلية ربدان طبعاً تم افتتاحها في أول يوم في آيدكس، هي آلية لشركة الجسور المملوك لتوازن القابضة. إن شاء الله سيتم تصنيعها في مجمع توازن الصناعي في الإمارات. طبعاً هي آلية 8-8، آلية مشاة مقاتلة، لها قدرة برمائية وتسليح وتدريع عالي الجودة، واثبتت جدارتها في الاختبارات وتعدتها الحمد لله. طبعاً كان الإقبال كبير خاصة من الوفود الرسمية خارج الدولة وداخل الدولة، من شيوخ الله يحفظهم ووزراء ووزراء دفاع وزوار من آيدكس، حتى من جميع الشركات خاصة الشركات المنافسة. شركة الحصن مملوكة 100% لشركة توازن، تأسس سنة 2015. منتجات الحصن صناعة إماراتية 100% بأيدي إماراتية. عندنا الار ان دي ماسكينه إماراتيين، الحمد لله الله وفقنا بإنتاج منتجات جديدة. عندنا منتجين جديدين خلال فترة طافت. عندنا الغرفة المدرعة تم تصنيعها للمستوى ستنك 4 ضد ال 14.5، وعندنا الجاكيت التكتيكي
المجموع الوزن الكلي للجاكيت 8.5، يعتبر من يعني أخف السترات الواقية للمستوى هذا، وينافس شركات عالمية لها باع طويل في هذا المجال وأعمارها يعني كبيرة جدا. دعم حكومتنا الرشيدة وشيوخنا طول الله أعمارهم لا محدود. خلونا نتعرف الحين على مركز أحمد المزروعي للابتكار والمتخصص في تطبيق الأفكار على أرض الواقع. طبعا انا مشارك في معرض ايدكس السنه هذه، كان عندي تارجت قبل سنتين اني اشارك في معرض العسكري في ابو ظبي، والحمد لله توفقت وشاركت 7 اختراعات تخدم القطاع العسكري اللي هي مصيحان ترك متعدد الاغراض، تم تسميته من قبل الشيخ حامد بن زايد ال نهيان، وسياره الذيب تم تجهيز القوات المسلحه تم تسميته بالمواصفات اللي موجوده فيها. طبعا مواصفاتها هي تستخدم للاوف رود، فيها نظام الاير كومبريسر، وفيها طياره بدون طيار، وفيها نظام السكرين، وفيها قاعده متعدده الاغراض القوات المسلحه، وفيها نظام السياقه الليليه اللي هو تقدر تسوقها بدون اضاءه في الليل، وفيها نظام الريموت كنترول تتحكم فيها من بعد على حسب الاستخدام. مشاركتي في مجال الروبوت، طبعا مجال الروبوت مجالات كثيره، احنا سوينا الروبوت كبيسك وتم تجربته مع قوات المسلحه بدعم قوات المسلحه، واليوم الحمد لله تمت الموافقه عليه. اما بالنسبه لمشاركتي في معرض ايدكس هو الانتقال من السوق المحلي الى السوق العالمي وتمثيل الدوله بافضل صوره في مجال الصناعه في دوله الامارات. الفكره هي صب طبعا في التجهيزات العسكريه والصناعات الاماراتيه في معرض ايدكس. المركز اليوم تخصصه في تحويل الافكار الى واقع ملموس او تحولها الى مشاريع ملموسه تخدم البشريه وتخدم القطاع المدني او العسكري. يعني صحيح نحن شغالين في القطاع العسكري، لكن الاثنين ما يبعدون عن بعض، يعني الاستخدامات كلها هي واحدة. مشاركتي طبعا في معرض ايدكس هو فخر لدولة الامارات وفخر لي انا، وانا جدا فخور بزيارة قادتنا ودعمهم ودعم دولتنا للمخترعين وخاصة الافكار اللي موجودة في هذا المعرض. بننتقل وياكم لشركة اعتماد القابضة، واللي متخصصة بأنظمة الحلول الأمنية المتكاملة، واللي تميزت مشاركتهم في هذه الدورة. شركة اعتماد شركة انشأت منذ حوالي سنة. شركة اعتماد هي مجموعة شركات، شركة اعتماد للحلول الأمنية والاستراتيجية، هاي الشركة اللي نحن نعمل فيها حاليا. الكاميرات اللي موجودة عندنا في شركة اعتماد للحلول الأمنية كاميرات متطورة جدا، ونحن نمتلك الملكية الفكرية لنا. الكاميرا هذه مش حي الله كاميرا، هذه الكاميرا بالنسبة للكاميرات مثل سيارة الرولز رويس بالنسبة لباقي السيارات. الكاميرا هاي متطورة تقدر تشوف على بعد 25 كيلومتر. الكاميرا هذه حرارية وكاميرا ليلية، تستطيع أن تميز بين حرارة شخص عن شخص آخر، وهذا يعني هذا السر في قوتها، أنها تستطيع تتبع الهدف. إذا أنت في هدف معين تبغي تتبعه، هاي الكاميرا تستطيع أن تتبعه وتعطيك المسافة بالضبط كم يبعد عنك، وكل ما اقتربت من الكاميرا كل ما زادت المعلومات لمعرفة الشخص. نحن يجب أن أولا وقبل كل شيء يجب أن نمثل الإمارات خير تمثيل،
ومنتوجاتنا يجب أن تنافس منتوجات الشركات الأجنبية الأخرى، هذا لكي نرفع من جودة مصنوعات الإماراتية، ويجب ننافس الدول الأخرى اللي هي تتمتع بخبرة أكبر منا نحن، لكن نحن إن شاء الله بنلحقهم وبنتفوق عليهم بإذن الله. معرض آيدكس بالفعل شامل ويحتوي على كل ما تحتاجه القوات المسلحة. بنتعرف الحين على شركة أبوظبي الاستثمارية للحلول الذاتية. شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية تأسست في سنة 2007، هذه تعتبر مشاركتها في الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2017. شركة أبوظبي الاستثمارية متخصصة في الأنظمة الغير المأهولة، الطائرات من دون طيار. طبعا نحن نقدم خدمات الصيانة وتشغيل وتدريب الأطقم من القوات المسلحة لدولة الإمارات على هذه الأنظمة. نلاحظ التطور في عدد الشركات المشاركة، كانت دولية أو الوطنية، أيضا النمو في شركات المحلية لدولة الإمارات ومشاركتها الفعالة، وأيضا نلاحظ زيادة المنتجات الوطنية اللي تصنع بأيدي إماراتية والحمد لله. فالمعرض طبعا يقدم لك منصة تجمع الشركات العالمية والمحلية في منطقة واحدة وفي مكان واحد، ويسهل علينا التواصل معهم والتعرف على أحدث أنواع التكنولوجيا طبعا والمنتجات في القطاع العسكري. من أحد الشركات المتواجدة في معرض آيدكس 2017 منذ انطلاقته مجموعة شركة أطلس المختصة بمجال تكنولوجيا الاتصالات المتكاملة والحلول الأمنية. خلونا نتعرف عليهم أكثر في هذا التقرير. مجموعة شركات أطلس مكونة من مجموعة شركات أسست من 33 سنة. الشركة الأولى هي شركة أطلس للاتصالات، يعني هذه اللي بدأت كأول شركة، ومجموعة شركات أخرى أيضا أطلس للأمن وأطلس دايناميك وأطلس إيروسبيس، يمكن هذه الشركة الجديدة اللي أعلننا عنها السنة في هذه الدورة من آيدكس، أطلس إيروسبيس. مختصة أطلس في مينلي في التليكومنيكيشن، سكيور تليكومنيكيشن، اللي هي مينلي للمنستري انتيري الوزارات الداخليه للجيش والقوات المسلحه. شركه نفذت شبكات اتصالات على مستوى الدوله كامله كليشن وايد كفرج، يعني تغطي البر وبحر على تقريبا مستوى الخليج كامل، يعني نفذنا مشاريع اتصالات اللي هي سكيورد انكريبتد للجهات الامنيه للامارات وبحرين وقطر والكويت وحاليا السعوديه تقريبا على مستوى المملكه كامل في مجال الاتصالات، بالإضافة إلى مختصة أيضاً في الأنظمة الأمنية. نفذنا مشاريع تأمين المطارات زي مطار أبو ظبي، مطار العين، مطار البطين، مطار الميدفيلد تيرمينال، يعني مناطق بترولية، إن كان مصافي وكذا. فمختصة في أنظمة أمنية وأنظمة الاتصالات بشكل عام. نحن مشاركين الآيدكس من أول مشاركة، من أول دورة يعني، فتقريبا هاي 13 مرة نشارك فيها، وكنا نشارك من قبل أي معارض كانت عسكرية طبعا لازم نشارك فيها. السنة هذه لهذه الدورة نحن نزلنا منتجين مهمين جدا، واحد اللي هو الديفايس هذا اسمها دبات، هذا تم تطويره ما بين أطلس وشركة إيرباص، هو عبارة عن هجين ما بين نظام التترا الشبكة اللي هو الشبكة نظام المشفر ككوميونيكيشن، بالإضافة إلى الجيل الرابع، فصار سمارت فون تترا ديفايس، فممكن يستخدم كذا خاطب ما بين الجهات الأمنية، وفي نفس الوقت تجيلك المهام عن طريق الأندرويد ديفايس كسمارت فون كل المهام، فهذه اللي شرط المستقبل أو جندي المستقبل، عندك تجيلك المهام الموجودة هنا، أقبل المهمة أنفذها، تعرف أنا مكاني وين موجود، فتسرع في عملية تنفيذ المهام
وهذه راح تعمل نقلة نوعية في تسريع إنجاز المهام. باسمي وباسم قناة بينونة نحب أن نشكر كل الشركات الإماراتية التي شاركت في هذه الدورة من معرض آيدكس 2017. هذه كانت تغطيتنا اليوم، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. في أمان الله.